انا ابن بنتي مات عندي. ابن بنتي مات عندي. رحمة الله الله يرحمه، البقاء لله يا حبيبتي. حفيدك يعني. 12 سنة. 12 سنة. ايوه حبيبي، الله البقاء يرحمه لله. حبيب البقاء قلبي، لله. البقاء لله. ملاك يا حبيبتي. وبعدين نمت، ام ابوه بتقول عليا بيت الشؤم. بيت شؤم. مين اللي بيقول؟ مين اللي نمت بيقول؟ ام ابوه. اهل ابوه. نمت ام ابوه بتقول عليا بيت الشؤم جدته يعني. عشان هو مات عندي. ايوه، بس ده اجل طبعا، سبحان الله. حد يقدر وبعدين بالنسبه له هو اللي زيه كده بيتجوز في الجنه نفسي. ماشي يا حبيبه قلبي، ربنا يصبركوا يا حبيبتي يا رب. طيب، يعني هو اولا من الايمان بالله تبارك، من قواعد الايمان بالله عز وجل، ان احنا لا نتشائم ولا نتطاير. فواحد يدخل يقول شفنا مين وش مين على الصبح، هذا مخالف اصلا. نحن اناس نتوكل على رب العالمين سبحانه وتعالى، وما قدره الله عز وجل سيكون، ونحن نرضى بقضاء الله وقدره. لازم الناس تفهم المساله دي. احنا محتاجين اللي احنا عارفه نعيش حاله التوحيد مره ثانيه، توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى، نعيش حاله الايمان بالقضاء والقدر، اللي هو من ضمن الحاجات اللي هو الايمان. قال اخبرني ما الايمان، قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقضاء خيره ايه وشره. يعني حتى العلماء قالوا كمان خيره وشره، يعني حلو والمر بتاعه، الحلو بتاعه والمر بتاعه. انت راضي بمين؟ انت راضي بقضاء الله تبارك وتعالى. طب الطفل الصغير اللي هو ده، احنا قلنا وما زلنا نكرر، هذا طفل لم يجري عليه القلم، فهو باذن الله تبارك وتعالى من اهل الايه؟ من اهل الجنه. طب هو لما يدخل الجنه هيدخل الجنه صغير؟ محدش هيدخل الجنه صغير، ومحدش هيدخل الجنه كبير. امال اللي هيدخلوا الجنه ايه؟ كلهم في سن حوالي ال 30 سنه، شباب داخلين الايه؟ داخلين الجنه. طيب انا دوري اعمل ايه؟ دوري اللي انا اصبر، دوري اللي انا سبحان الله اقول اللهم لك الحمد، استرجع، انا لله وانا اليه راجعون، يكتب لي الاجر الكبير. وابني وحفيدي الصغير ده لا شك أنه ذهب إلى أرحم الراحمين سبحانه وتعالى وأكرم الأكرمين، والله رب العالمين يعني أخذه قبل أن، يعني سبحان الله، قبل أن يجري عليه القلم. يعني هو غير مكلف، فهو طفل بريء، وهو فين؟ في جنة عرضها السماوات والأرض. والمفروض ازاي يعني نتبع كده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلم ما يتشائمش، ما فيش حاجه اسمها التشاؤم. النبي نهى عن ذلك. النبي هو الذي نهى عليه الصلاه والسلام، بس يبدو ان الناس مش عارفه او مش واصل لها الحديث طبعا. فاحنا بنحاول، ده دورنا اللي احنا بنوصل للناس المعاني دي.